بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الصباح الإخباري من تلفزيون السودان، والذي أبدأه بالعناوين. بمشاركة واسعة، البشير يفتتح مصفات السودان للذهب لتطوير إنتاج المعادن. طه يستقبل قنديل، والمباحثات المشتركة تركز على تعزيز التعاون بين البلدين. وزيرا الداخلية والرعاية الاجتماعية يبحثان مع وفد دولة الجنوب قضايا العودة والمعاشات. أهلا بكم إلى التفاصيل. خاطب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية وأهل الفكر، داعيا لأن تكون هذه اللحظة للتعاطي السياسي لأجل دستور يحفظ للبلاد وحدتها واستقرارها، مشيرا لإنجازات الحكومة وتحقيقها للسلام عبر اتفاقية السلام الشامل واتفاقية الشرق واتفاقية سلام الدوحة وما يتم الآن من مفاوضات في أديس أبابا. ودعا رئيس الجمهورية لتهيئة البيئة المناسبة لمشاركة الشعب ومؤسساته وأهل الفكر والمواطنين في القرى والحضر والجامعات في إعداد دستور يعزز الوحدة ويضمن مستقبلا واعدا لهذا الوطن. ودعا رئيس الجمهورية المجموعات الحاملة للسلاح للمشاركة في صياغة الدستور الدائم للبلاد حتى ينعم السودان بالتقدم والازدهار. افتتح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مصفات السودان للذهب بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي. وخاطب الاحتفال محافظ بنك السودان المركزي الدكتور محمد خير الزبير، الذي أشار إلى أهمية الذهب موردا رئيسيا من موارد البلاد الاقتصادية، وقال إن البنك منذ أبريل الماضي وحتى اليوم قام بشراء وتصدير 58 طنا من الذهب الخام، بلغت حصيلتها 2.16 مليار دولار. وأضاف أن مصفات الذهب تمثل إضافة نوعية للموارد الاقتصادية، ونسعى لجعلها من أكبر مصافي الذهب في أفريقيا. وأوضح وزير المعادن كمال عبد اللطيف أن وزارته شرعت في تنفيذ خطتها للعام 2013 من خلال مسارات عدة تشمل دعم التعدين التقليدي والاهتمام بالتعدين المنظم، وتطرق لمشروعات الوزارة للتوسع في إنتاج المعادن الأخرى. من جانبه، أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن الاقتصاد السوداني يتعافى كل يوم ويزداد عافية وصحة، وتناول الإنجازات التي تحققت في العام الأول من البرنامج الثلاثي للاقتصاد، مشيرا إلى افتتاح مصفات الذهب ومصنع سكر النيل الأبيض. هذا هو العام الأول للبرنامج الثلاثي، وهذا هو شهر سبتمبر من السنة الأولى للبرنامج الثلاثي. تفتتح مصفاة للذهب، وفي نفس هذا العام يفتتح مصنع للسكر في النيل الأبيض، وفي نفس هذا العام تفتتح مراحل متعددة من تعلية خزان الروسيرس، ويسير العمل بصورة طيبة في خزاني علي عبرة وسيتيت. هذه إخوانا محطات رئيسية ومعالم رئيسية في البرنامج الثلاثي، الذي بإذن الله سبحانه وتعالى عندما يكتمل في العام الثالث تكون عندنا الفوائد. والذهب ده إخوانا هو بضاعة، لكن هو أيضا عمره إخوانا عنده صفتين، ودي من الأشياء الغريبة يعني، لأنه نحن امتحنا وابتلينا من الله سبحانه وتعالى بفقدان البترول، عشان كده لما جاب لنا ما جاب لنا بضاعة وبعدها نبي جاب كده عملة طوالي كده عملة، عشان الحكاية تبقى سريعة. ودي إخواننا هسه الآن اللي هي التي تسند الاقتصاد السوداني في قطاعه الخارجي، هي التي تؤدي إلى استقرار في سعر الصرف، هي التي توفر موارد النقد الأجنبي التي ذكرها الأخ المحافظ، هي التي تزيد من مستوى دخل الفرد للإحصاءات الضخمة للشباب من أهل السودان الذين ينتشروا في كل بقاع السودان ينقبون عن هذا الذهب.
آليات حديثة وأجهزة دقيقة تستخدمها مصفات السودان للذهب أحدثت درجة نقاء عالي لصافي الذهب والفضة، وأضحت ثاني أكبر مصفاة في أفريقيا. وبخبرات سودانية وتدريب عالمي تمضي الجهود لاكتشاف مزيد من المعادن بتطوير التنقيب التقليدي وإدخال مزيد من الشركات المنقبة بولايات البلاد الذاخرة بالذهب. مصفات السودان للذهب بنية تحتية لتأسيس صناعة الذهب بالبلاد، فقسم لتصفية الذهب وآخر لتصفية الفضة باستخدام أحدث الأجهزة والمعامل للتحليل وتطبيق الطرق المعتمدة عالميا في مؤسسات كاتحاد تجار الذهب بلندن. طاقة المصفاة الإجمالية تبلغ 300 كيلو في الوردية بحد أقصى 900 كيلو جرام في اليوم، و200 كيلو من الفضة تنتج باستخدام التحليل الكهربائي مع قدرة الأفران على تحويل 10 أطنان من الذهب من سبائك كبيرة إلى سبائك صغيرة، وجميع هذه السبائك هي سبائك استثمارية صالحة للتداول. بالنظر إلى هذه القدرة الإنتاجية العالية، تعتبر مصفاة السودان للذهب ثاني أكبر مصفاة في إفريقيا بعد مصفاة راند في جنوب أفريقيا. قدرة على إنتاج سبائك الذهب والفضة بدرجة نقاوة عالية ومستوى عالمي جيد وبخبرات سودانية عكفت على تصفية وتنقية ما جمعه رجال وشباب طافوا الصحاري والفيافي بدارفور وكردفان والشمالية والشرق والنيل الأزرق والبطانة. ومنذ أبريل من العام الماضي وحتى تاريخ اليوم، أي في حوالي 16 شهر، قام بنك السودان المركزي استنادا على نصوص قانونه بشراء وتصدير 58 طن من الذهب الخام بلغت حصيلته نحو 2.6 مليار دولار أمريكي. لم يكن في حسبان وزارة المالية والاقتصاد الوطني ولا البنك المركزي ولا القطاع الاقتصادي عندما تم إعداد البرنامج الثلاثي لمواجهة آثار خروج موارد النفط المنتج في دولة الجنوب بعد الانفصال، لأن الذهب سوف يأتي لنا بهذه الموارد المقدرة. خطط لتطوير التنقيب التقليدي عن الذهب بتقديم الخدمات الضرورية لمناطقه واستجلاب معدات وآليات حديثة بجانب دخول شركات جديدة للاستثمار والتنقيب. بل إنها مناسبة لتعلن وزارة المعادن منها انطلاقة أول مشروعاتها في مجال توطين صناعة التعدين التي ستعقبها بإذن الله تعالى في القريب العاجل خطط ومشروعات إنشاء مصهر للنحاس، والذي تشير الشواهد إلى وجود ملايين الأطنان منه، كما ستنطلق مسيرة لإنشاء مصانع الحديد ومعامل تركيز خام الكروم ومصانع للمعادن الزراعية ومعدات لمعالجة عدد من المعادن. أرقام عالية في وقت وجيز نتجت عن تنقيب تقليدي ومصفات أنجزت أولى مهامها بنقاوة عالمية، أمر يبشر بمستقبل جيد لمعدن نفيس بالسودان. في وقت يزداد فيه أعداد المنقبون عن الذهب بالبلاد، يطرأ التحسن الاقتصادي على الكثير منهم، ويرى خبراء الاقتصاد ضرورة الاهتمام بتنقيب عن الذهب لإعلاء قيمة الصادرات السودانية في بلد غني بالذهب. محمد سيد، المنطقة الصناعية، الخرطوم. ووصف عدد من المستثمرين العرب الجهود التي تمت في مجال التنقيب عن الذهب بالجيدة وذات العائد العالي قياسا بالمواصفات والكميات العالمية، مشيرين إلى أن زيادة التقنيات العالية في مجال التنقيب سيفتح مجالا واسعا للبلاد في زيادة صادراتها من الذهب. في جنوب أمريكا اللي في السنة اللي بيطلعوا 20 و30 طن و40 طن حطوها من الدول الموجود فيها الذهب، وده بتعدين رسمي وبيطلعوا نسب ما يعادل 2 بالألف 1 بالألف بالطن الحجر احنا بنسميه. فلما يكون الحصائل هنا واصل 58 طن وتنقيب عشوائي، وسمعنا الحصيله في الحجر توصل 20 جرام 30 جرام، ففي خير ما شاء الله موجود. يعني طبعا في نسبه كبيره من الذهب في السودان حسب ما اطلعنا،
ولكن هذه الخطوة الأولى الصحيحة في مسار تنقيب عن الذهب وتصفيته، ولكن بعد كده لازم تأتي خطوات في مسألة التنقيب ومسألة الاستثمار في الذهب وتجميع الذهب، لأنه هذا المصفاة ضخمة يحتاج لها تمويل ذهب يومي بشكل كبير. حسب ما طلعنا من الأخوان أنه حيكون في شركات للتعدين في جميع مناطق السودان والتنقيب عن الذهب واستكشاف الذهب. على الصعيد ذاته، أشاد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالاستثمارات المصرية في مجال التعدين، ورحب البشير لدى لقائه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الحائز على 40% من أسهم شركة أرياب للتعدين بدخول المستثمر المصري في شراكة ذكية مع وزارة المعادن بغرض زيادة الإنتاج. من جانبه، عبر المستثمر المصري استعداده التام للتعاون مع وزارة المعادن لتطوير صناعة التعدين بالبلاد. في موضوع آخر، تسلم النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه صكا ماليا بمبلغ 1 مليار جنيه من المنسق العام لقوات الدفاع الشعبي عبد الله الجيلي دعما لصندوق شهداء طائرة تلودي لدى استقباله له بمكتبه بالقصر الجمهوري. رأس مساعد رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للمشروع السجل المدني الدكتور نافع علي نافع بالقصر الجمهوري اجتماع اللجنة العليا لمشروع السجل المدني بحضور وزراء الداخلية، المالية، الرعاية الاجتماعية والخرطوم والمدير العام لقوات الشرطة. وأوضح مدير الإدارة العامة للسجل المدني مقرر اللجنة اللواء شرطة صلاح خليفة أن الاجتماع وقف على سير عملية التسجيل المدني بالعاصمة والولايات، مشيرا للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لدفع عملية التسجيل وتذليل كل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروع السجل المدني بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة. وأمن على التقرير الذي أعدته اللجنة لتوطئة لتقديمه لمجلس الوزراء حول سير تنفيذ المشروع. في جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت بقاعة الصداقة مساء أمس، رحب النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الجانب السوداني الأستاذ علي عثمان محمد طه بزيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له، وأكد حرص السودان على تطوير التعاون مع دولة مصر الشقيقة، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية للقيادة في البلدين بهدف دفع العلاقات إلى آفاق أرحب في مجالات الأمن الغذائي والتبادل التجاري. من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل إن زيارته للسودان تؤكد رغبة الحكومة المصرية لبداية عهد جديد مع السودان، مشيرا إلى أن افتتاح البنك الأهلي المصري بالخرطوم سيمهد الطريق لعلاقات اقتصادية متطورة. وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه أن أبواب السودان مفتوحة للمستثمرين المصريين لتطوير التجارة والاقتصاد بين البلدين. المصرية لأفق جديد نبني فيه على التراكم الإيجابي للمجالات الحيوية بين بلدينا، ونسعى فيها لتذليل كل العقبات التي تقف في سبيل توظيف الموارد الطبيعية والخيرات التي يفيض بها وادي النيل لمصلحة الشعب في البلدين. نحن نؤمن بأن العلاقات بما لها من جذور ممتدة في التاريخ وبما يجمع بين بلدينا من قواسم مشتركة في الثقافة وفي الدين وفي التاريخ وفي الأعراف والعادات والتقاليد يعطينا قوة دفع لننطلق على سبيل استثمار الموارد التي حبان الله سبحانه وتعالى في البلدين، وعلى رأس المولد البشري فمصر والسودان بما تملكه من رصيد بشري يتجاوز 120 مليون في البلدين يشكل كتلة بشرية يمكن أن تبني قوة
قاطرة للتنمية ليس فقط في البلدين ولكن في محيطنا الإقليمي. إننا في ظل المتغيرات التي حدثت في مصر والثورة التي نرحب بها وسبق أن رحبنا بها ونؤكد ترحيبنا بها. أبدى الجانبان السوداني والمصري روحا طيبة ورغبة كبيرة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري خلال المباحثات التي عقدت بينهما، حيث ترأس الجانب السوداني النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه والجانب المصري رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. وتوجت المباحثات بتوقيع بروتوكول بين وزارتي الصناعة في السودان ومصر لتنفيذ مشاريع تصب في مصلحة شعبي البلدين الشقيقين. روح طيبة وتفاؤل وحماس كبيرين سادت المباحثات السودانية المصرية المشتركة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه من الجانب السوداني ورئيس الوزراء المصري هشام قنديل من الجانب المصري، حيث أكد الطرفان أن المرحلة تتطلب أن تتسارع الخطى لتحقيق التعاون والتكامل في مختلف المجالات لمصلحة شعبي البلدين الشقيقين. وأعتقد أن توقيع المذكرة التفاهم اليوم يعني يكون بداية طيبة للتعاون في هذا المجال وأيضا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. الوزراء من الجانبين قدما شرحا مفصلا وتنويرا كاملا عن ما وصلت إليه اللجان وما تم تنفيذه من مشروعات وما ينتظر أن يكمل في أقرب وقت في مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والربط الكهربائي والنقل النهري، توجت بتوقيع بروتوكول بين وزيري الصناعة في البلدين. المعلومات السودانية اللي احنا محتاجينها وهتبقى تحديدا في الصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء وصناعة الجلود ودباغة الجلود تحديدا باستخدام الجلود الصناعية الجلود السودانية الجيدة، وان شاء الله يكون في انشاء مركز تدريب تكنولوجيا عالي المستوى لتدريب العمالة الفنية عشان تساعدنا في هذه الصناعات. الرغبة القوية من الطرفين لإكمال الملفات المتبقية والتي نبعت من توجيه القيادة في البلدين أن تكون المصالح المشتركة دفعا لاستدامة التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا ودخلت العلاقات السودانية المصرية مرحلة جديدة في أعقاب التطورات التي طرأت في الساحة المصرية بعد تولي الدكتور محمد مرسي مقاليد الرئاسة في مصر. ويرى مراقبون أن تبادل الزيارات بين البلدين على المستوى الرئاسي يمثل شاهدا قويا على توفر الإرادة السياسية لتفعيل الاتفاقات المشتركة والوصول بعلاقات الشعبين لمراحل متقدمة. العلاقات السودانية المصرية على مدى تاريخها الطويل لم تتأثر بحركة المد والجزر التي صاحبت تغييرات القيادة في كلا البلدين خلال العقود المختلفة. وبعد صعود التيار الإسلامي بعد الربيع العربي انفتح المجال واسعا لتجري علاقات البلدين مجراها الطبيعي. وبعيد ثورة الربيع العربي في أرض الكنانة وفي دلالة على عمق العلاقات بين القاهرة والخرطوم، تدفقت الوفود المصرية بمختلف توجهاتها للسودان إيمانا وإحساسا بالروابط التاريخية وأهمية البلدين بعضها للآخر. ومن ثم كانت زيارة وزير الخارجية علي كرتي للقاهرة لرفع سبل دفع العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الصناعة والكهرباء والمياه ومشروعات الغذاء والتجارة البينية. ولأهمية البلدين لبعضهم البعض في الأمن القومي والثقافي والاجتماعي، توجت تلك الزيارات المتبادلة بزيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للقاهرة للتأكيد على أن شعبي وادي النيل شعب واحد. ولاستكمال ربط البلدين، كانت تصريحات الرئيس البشير بالإعلان في ثلاث طرق للربط بين البلدين بالإضافة للتخطيط لربط السكة الحديدية مع مصر. واستشعارا بأهمية الشراكة بين الجانبين، كان التوقيع على إنفاذ الحريات الأربع لإزالة العقبات أمام تواصل الشعبين اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل لافتتاح عددا من المشروعات المصرية بالخرطوم تمثل بداية حقيقية لوضع علاقات البلدين في إطار مسارها الصحيح.